السلام عليكم. بالنسبه هنا البروجكت بسيط كده خاص بالاو بي. بيقول لك هنا حاجه اسمها الايميل ابلكيشن، تمام؟ ان انت عباره عن اي تي سبورت في شركه معينه، بيقول لك والله ان انت في تاسك معينه لازم تنفذها. التاسك دي انك بتعمل ايميل جنريتنج لاكونتات عشوائيه يعني. طيب الفكره هنا بيقول لك ان الابلكيشنز بتاعك لازم يكون بتتبع الانستراكشنز دي. اول حاجه هتجنريت ايميل، هتعمل ايميل مع السينتاكس بالشكل ده: فيرست نيم دوت لاست نيم at development ده او ديبارتمنت سوري قسم دوت كومباني دوت كوم، بيبقى الفورم بتاع الايميل بتاعك على هذا الشكل، تمام؟ بعد كده بيقول لك ديترماينز ديبارتمنت، اختار الديبارتمنت. بيبقى من ثلاث، هو متاح لك ثلاث انواع: سيلز او ديفلوبمنت او اكاونتنج، ولو ما فيش بتسيبه فاضي. ثالث حاجه بتجنريت راندوم سترينج باسورد يعني، بس بقى شكل عشوائي راندوم. بعد كده بيقول لك هتحط وشه ميثود سيت ميثودز اللي هي الستر، باسورد مثلا ديفاين التنت ايميل ادرس، بدل ايميل يعني هتجنريت ايميل تاني. الكلام ده هاف جيت ميثود ديسبلاي ذا نيم ايميل اند ميل بوكس كاباسيتي، يعني انك بتعرض الاسم والايميل والميل بوكس باكيتس ده، تقريبا هو بقى السايز بتاع الايميل بتاعك. طيب حاجه بشكل ان هو عايزك تجنريت جنرال ايميلز يعني، تعمل اكونتات كده راندوم، حاجه راندوم. طيب حاجه زي كده نفكر ازاي، حاجه بسيطه جدا، بس هي فكرتها او ان انا عامل ده ليه بالظبط؟ انا عامله عشان خاطر حته الراندوم باسورد، ازاي اقدر اسمي ميثود راندوم يعني. طيب دي حاجه بسيطه جدا. لو جينا نبص على الكود بتاعها حاجه ازاي، اول حاجه عندي كلاس عادي، كلاس اسمه ايميل، تمام؟ السكانر بتاعي موجود زي ما هو، سيستم ان عشان اخد من الكيبورد بتاعتي. وبعد كده عندي الاتريبيوتس بتاعتي، فيرست نيم لاست نيم ديبارت والايميل والباسورد، اللي هي الاتريبيوتس المطلوبه مني في الصوره هنا، الحاجات اللي هنا اللي هي اللي المفروض تبقى انستراكشنز في الايميل يعني. ببدا على كانزل، بعمل كونستراكتور، بقول له بابليك ايميل كونستراكتور، بصيله حاجتين، بصيله الفيرست نيم واللاست نيم، تمام؟ وبقول له هنا والله ذيس دوت فيرست بيساوي الفيرست، ذيس دوت لاست بيساوي، يعني بعمل انيشاليز للقيم بتاعتي دي يعني. بعد كده في تو ميثودز هنا اسمها جيت ديبارتمنت وجنرال ايميل وجنريت باس. يعني الفكره من هنا ان الميثود دي الجيت ديبارتمنت دي هترجع القسم اللي هو اختاره او الديبارتمنت، وهتحطه هتخزنه في الداتا فيلد او الفيلد اللي هو الديبارتمنت. نفس الكلام في الجنريت ايميل، هترجع ايميل معين بصيغه ايميل تحطه في الايميل، والجنريت جنريت باسورد برضه هترتيرن باسورد هتحط فين؟ في الباسورد. طيب الميثودز دي عملناها ازاي؟ اول حاجه بنقابلها الجيت ديبارتمنت. ميثود الجيت ديبارتمنت دي اللي هي المفروض هترجع لي ديبارتمنت على اساس اختيار اليوزر يعني. فاول حاجه هعمل عادي ميثود عاديه جدا، اعملها برايفت، لان كده كده هقدر استدعيها في الكونستراكتور هنا، تمام؟ فيها في نفس الكلاس، فمفيش اي مشكله نعملها برايفت يعني. لكن ما اقدرش اسميها بره الكلاس يعني، طول ما انا في نفس الكلاس اسمه ايميل اقدر اسمي ميثودز برايفت عادي جدا. لكن لو خرجت من بره الكلاس ما اقدرش استخدم البرايفت، ممكن اسمي بابليك بقى، او ممكن لو نفس الباكج استخدم بروتكتد او ديفولت يعني. تمام. هنا بطبع جمله بيقول والله اختار الديبارتمنت بتاعك، مثلا واحد سيلكت سيلز ديفلوبمنت اكسس، طبعا الباك سلاش علامه الباك سلاش علامه اللي هي الكوتيشن دي، دبل كوتيشن دي معناها ان انا بحط الجمله بالكوتيشن بتاعتها بعلامه التنصيص يعني زي ما هي. بعد كده باخد منه بقول له هاخد منه انت مثلا دوت نيكست انت، هاخد منه رقم، تمام؟ وبعمل سترينج دلوقتي، بسمي السترينج ده يبقى فاضي. بعمل وايل لوب، بخش جواها بقول له والله وايل ترو، عشان اضمن اخش جوه الترو. بعمل تشيك معينه هنا، اف كونديشن بسيطه جدا، بقول والله لو الكاركتر بتاع ده او الحرف او سوري الرقم اللي هو ده بيساوي واحد او بيساوي اثنين او بيساوي ثلاثه، اعمل لي بريك، اخرجي من الوايل. عكس كده يعني، لو مش واحد او اثنين او ثلاثه يبقى يطبع لي مثلا بيقول له سيلكت فروم واحد لثلاثه، تمام؟ وبياخد الرقم مني مره ثانيه، يعني بخش في دايره لوب لحد ما يديني القيم اللي انا عايزها، واحد او اثنين او ثلاثه. عكس كده خلاص بيخش ايه، يكمل في لوب يعني، مش بيخرج منه. وانس ان هو خرج من اللوب اكيد خرج بقيمه، فبالتالي بيخش السويتش، خد دايره السويتش على طول، سويتش الانتجر اللي هو السي اتش ده، والله لو كيز 1 يبقى حط لي الديبارتمنت السترنج الفاضي اللي فوق ده، حطه لي بيساوي السيلز اللي هو اختار واحد، اختار 2 حطه لي بيساوي الديبارتمنت، اختار 3 حطه لي بيساوي الاكونتنج ديفولت، يعني سيبه فاضي. هو اللي قال كده، هو قال لك هنا في المساله عكس كده، اف نون ليف بلانك، سيبه فاضي يعني. وفي الاخر بريتيرن الايه، بريتيرن الديبارتمنت. الميثود طبعا نسيتها ازاي، عن طريق الكونستراكتور. جيت انا في الكونستراكتور فوق قلت له والله الديبارتمنت اللي هو الاتريبيوت بتاعي بيساوي جيت ديبارت، جميل جميل جدا. نفس الكلام هعمله مع الجنريت باسورد والجنريت ايميل. هنزل هنا للجنريت ايميل، حاجه بسيطه جدا، هو قال لي رجع الصيغه بصيغه فيس نيم
دوت لاست نيم ات ديبارتمنت، القسم اللي واختاره دوت كومباني دوت كوم. اذا انا هعمله والله اعمل سترينج، عندي سترينج مثلا سي ام ام، هقول والله الاسم ده فيست نيم دوت لور كيس، عشان هو عامل في الصيغه كلها لور كيس. طيب فهنا عشان صيغه اللور كيس فانا هعمل سترينج عادي جدا، هبصيله والله فيرست نيم ده دوت لور كيس عشان اضمن ان هو يكون في اللور كيس بتاعته، بلس احط هنا كونكاتينيت سترينج للدوت تمام، بلس اللاست نيم دوت لور كيس برضو نفس الكلام، بلس كونكاتينيت مع الات حرف الات، بلس الديبارتمنت اللي هو المفروض يكون راجع لي من الجيت ديبارتمنت اللي فوق هنا، الجيت ديبارتمنت مثلا هترجع لي ديبارتمنت معين وهيخزنه فين؟ في الفيلد اللي اسمه في الفيلد اسمه ديبارتمنت تمام. هبدا انزل هنا اقول له والله بلس دوت كومباني دوت كوم، وفي الاخر برتين السترنج ده في الجنريت ايميل، وفوق خالص في الكونستراكتور بقول له الايميل بيساوي جنريت ايميل، يعني الاتريبيوت اللي اسمه ايميل ده بيساوي كام؟ بيساوي جنريت ايميل، فالجنريت ايميل ده هيريتيرن صيغه الايميل بتاعي تمام. ابدا انزل هنا تاني. هنا بقى الحته اللي انا كنت عايز اتكلم فيها بتاعت الجنريت الراندوم باسورد، ان انا استخدم راندوم يعني ان انا اعمل راندوم باسورد مجموعه من الكاركترز عندي. طيب الفكره هي ان انا هقول له دخل لي لينس معين وانا هعمل لك الراندوم بتاعه، فاقول له هنا انتر انتر باسورد لينس اللي انت عايز اللي انت عايزه، يعني الباسورد بتاعك عايز تو بتاعه قد ايه. الفكره هنا ان انت هتاخد تعمل سترنج تمام، هتحط فيه مجموعه حروف وليكن مثلا من الاي للزد، لو عايز تعمل لها كابيتال كابيتال اسمها براحتك يعني. تمام هنا مثلا نحط الحروف كلها من الاي تو زد تمام، وتحط معاها شويه كاركترز معينه مثلا شباك ات اللي بتبقى موجوده في الباسورد عاده يعني تمام. وبعد كده تاخد منه سايز، اقول له ياخد منك سايز انتجر تسميه سايز عادي، وتبصي الاري بتاعتك، هتعمل كاركتر اري ريف كاركتر ايه بالسايز بتاعك ده تمام. بعد كده بتعمل فور لوب، هتلوب على السايز بتاع الاري بتاعك جميل، اللي هو السايز اللي هو بتاع الكاركتر، مثلا قلت له دخل لي 10 حروف 12 مثلا، قلت له دخل 12 يعمل لك 12 حرف، 10 حروف 20 حرف زي ما انت عايز يعني. الفكره هنا ان انا عندي ماس حاجه في الكلاس ماس اسمها ماس دوت راندوم، راندوم دي بتعمل لك ارقام عشوائيه او بتجنريت راندوم نمبرز من 0 ل 1 يعني تمام. الفكره هنا في ايه؟ الفكره هنا انا هضربها في السيجت لينز، السيجت لينز هو السترنج بتاعي، اللينز بتاع السترنج بتاعي، فبالتالي تعمل لي تبقى الراندوم فاليبل او الرينج بتاعي في الراندوم من ايه؟ باللينس بتاع السي اتش ده. طيب جميل جميل، يبقى انا هضرب هنا الراندوم اللي هو الرينج بتاع بدل 0 1 بخليه من 1 لحد الايه؟ لحد اللينس اللي هو بتاع السي اتش بتاعي، عشان اجيب اقدر ان انا اعمل جنريت للباسورد بتاعي او للحروف بتاعتي في الرينج ده تمام؟ وبكست الكلام ده الانت، لان المفروض دي بترجع دبل، فلازم اعمل لها كاست الانت عشان اخزنها فين؟ في الانت رد ده. طيب وبعد كده بقول والله ان الاريف اي ده اريف اي بلس ايكوال السي اتش دوت كاركتر ات ريد، يعني اللي هيرجع لك هنا الرقم اللي هيرجع لك هنا تمام، اللي هو الاندكس يعتبر هيرجع لك هنا اندكس، هات لي الكاركتر قبل ما هات الحرف بتاعه. فمثلا لو رجع له هنا مثلا 0 يبقى 0 هنا يجيب الكاركتر اب بتاعه، 0 هو ايه؟ اللي هو الاي مثلا. رجع مثلا 3 يبقى الكاركتر اب 3 اللي هو مثلا ادي 0 1 2 3 اللي هو مثلا الدي، وهكذا يقعد يجيب له ارقام عشوائيه لحد فين؟ لحد السايز بتاع الاري اللي هو اللينس اللي انا عايز بيه الباسورد بس. هي دي كل الفكره. وفي الاخر بقول له ريتيرن نيو سترنج من الاري، ريتيرن نيو سترنج اري عشان ارجع سترنج بالايه؟ بالباسورد. وفي الاخر بطلع فوق هنا تاني في الكونستراكتور نفس الحكايه، الباسورد بتاعي بقول له بيساوي الجنريت باسورد اللي هو اقدر ارجع فيه قيمه الباسورد يعني. الحاجه برضو اللي عايز اضيفها كمان هي ميثود تو سترينج. التو سترينج ميثود دي بدل ما تعمل ديسبلاي تعمل ميثود ديسبلاي وتشتغل بيها، لا انت ممكن تطبع الاوبجكت مباشره، يعني بدل ما تعمل ميثود عاديه وتقول الاوبجكت، لما تيجي تعمل الاوبجكت من الكلاس ايميل ده تقول مثلا الاوبجكت ده دوت الميثود دي، لا انت ممكن تعمل حاجه اسمها تو سترينج، دي ميثود اوريدي اوفر رايد تمام. انت تعملها اوفر رايد يعني هنا عندك تمام، بيبقى سترينج بترجع سترينج وهي اسمها تو سترينج، خد بالك ان الاس هنا تبقى كابيتال. مثلا تعمل سترينج مثلا داتا بتقول، او ممكن تقول له مثلا ريتيرن على طول الكلام ده، او تعمل سترينج تخزن فيه الكلام ده الفون نيم وفيست نيم والكلام ده كله، وفي الاخر تقول له ريتيرن الداتا بتاعتك، او تقول له ريتيرن مره واحده للايه؟ للاتريبيوت انت عايز ترجعها، يعني بترجع كل الداتا الخاصه بالاوبجكت بتاعك بس. ده بالنسبه لل بالنسبه لي انك ازاي تعمل فورم تجنريت ايميل يعني بالاسم وبالباسورد مثلا وديبارتمنت وهكذا، ممكن تظبط بقى على حاجه زي كده يعني كابلكيشن. طيب هنا نيجي نخش على التست، الكلاس تيست بتاعنا اللي هو المين اللي محتوى على المين. عادي واخد سكانر عادي جدا، واخد منه برنت لين جملتين عادي، وباخد منه اللاست الفيست نيم واللاست نيم مش اي مشكله، وبجنريت اوبجكت من الكلاس ايميل ده وببصيله الفيست نيم واللاست نيم، وبقول له اطبع لي هنا بحته الايه بتاع تو سترنج، ان انا بطبع الاوبجكت على طول مش بستدعي ميثود بتسبلاي حاجه،
يعني مثلا مش ببقى عامل ميثود اسمها ديسبلاي بول ودي ديسبلاي، لا التو سترينج بتطبع لي الاوبجكت. فهنا لو انا طبعت الاوبجكت هيطبع لي الداتا بتاعتي اللي انا معاملها هنا في التو سترينج تحت. طيب لو انا مش عامل تو سترينج، لو انا مش عامل تو سترينج هنا وجيت هنا مره واحده قلت له اطبع لي الاي، هيطبع لي الادرس. لان في حاجه بس هنا عايز اوضحها، انت لما بتعمل هتقول هنا ايميل مثلا ايميل اي بيساوي نيو ايميل، لحد هنا كده لحد ايميل اي دي، ده الاي ده بالنسبه لي هو عباره عن ريفرنس. الريفرنس ده بيبقى شائع الريفرنس او بوينتر على مكان في الميموري، تمام، على الاوبجكت ده، يبقى ده بوينتر او ريفرنس على مكان في الميموري، تمام. اول ما تقول نيو ايميل في الحاله دي بيبدا يكريت اوبجكت من الكلاس ده، تمام. فهنا معنى ان انت تقول اطبع الاي وانت مش عامل اصلا تو سترينج ولا اي ميثود ترجع لك داتا خاصه بالاوبجكت، هو يرجع لك البوينتر اللي بيشاور على الادرس بتاع الايه بتاع الاوبجكت ده في الميموري، تمام. فميزه تو سترينج انك الميثود اسمه تو سترينج لما تعمله اوفر رايت بترجع لك سترينج من الاوبجكت بتاعك، تمام، من من الداتا بتاعتك يعني. طيب بنحاول نجرب حاجه زي كده مثلا سريعا. ويلكم تو جنريت ايميلز سمارت بروجرام، مثلا انت الفيرست نيم، ولكن مثلا هدخل محمد، انا مثلا بدخل هنا اول حرف كابيتال عشان طبعا هيحول لور كيز مثلا، مفيش اي مشكله لو حبينا برضو بس انتر. بيقول لي هنا تشوز فروم سيست ديبارتمنت انتر 1 تو سيلكت سيلز، يعني الكوتيشن زي ما هي، 2 ديفلوبمنت، 3 فور اكاونتنج. فهاجي هنا اقول له مثلا هختار 2 الديفلوبمنت وادوس انتر. بيقول لي هنا انتر باسورد لينث، فولاكم مثلا هقول له 8 لينث عايز 8 وهدوس انتر. فقال لي الفون نيم بتاعك محمد صلاح، عمل كونكتينيشن بين الفيرست نيم واللاست نيم وجنريت ايميل ادرس اهو، ادي محمد كلها سمول طبعا، دوت صلاح الاسم الثاني اللاست نيم ات القسم بتاعي اللي هو الديفلوبمنت اخترته هنا ديفلوبمنت دوت كومي دوت كوم، وعمل لي جنريت باسورد راندوم باسورد ارقام كده هو ايه 8 حروف، يعمل 8 حروف راندوم راندوم لينس يعني راندوم فاريبل، تمام. اتمنى يكون الفكره بتاعت الابلكيشن دي حاجه بسيطه جدا، بس انا حبيت اشارك الفكره دي بحيث ان الناس اللي ما بتعرفش تستخدم الراندوم فاريبل لا تقدر تسمي الكلاس راندوم، هيفيدها جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.